السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المؤرخ. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اشهر فراعنه مصر، توت عنخ امون. يوم 22 فبراير سنة 1922، وعلى بعد حوالي 480 كيلومتر من القاهرة، وفي وسط صحراء مصر القاحلة، وبالتحديد في وادي الملوك جوه صخور وسط متاهات من الأنفاق، بيكتشف العالم الإنجليزي هاورد كارتر قبر توت عنخ آمون، أشهر فراعنة مصر. اكتشف كنز ملوش مثيل تقريبا في العالم كله، آلاف القطع الأثرية. وفي غرفة الدفن كانت الجثة وعليها القناع الذهبي، جوه تلات توابيت وزنهم أكتر من 90 كيلو من الذهب الخالص، ده غير التابوت الحجري والتوابيت الخشبية. اكتشاف المقبرة أبهر العالم كله، حاجة تقريبا ما حصلتش قبل كده. هاورد كارتر فضل ينقل آثار توت لأكتر من 10 سنين. عايزك تتخيل معايا ان يكون عندك 9 سنين وتمسك حكم امبراطورية بحجم مصر، بتمتد من وسط افريقيا في الجنوب لحدود سوريا في الشمال. توت مسك الحكم من 1334 ل 1325 قبل الميلاد، كان بيحكم بمساعدة الوزراء والمستشارين لانه كان عنده 9 سنين زي ما قلنا. بس لما وصل 19 سنة اتوفى بشكل مفاجئ. حياة توت كانت مليانة الغاز، علشان كده العلماء فضلوا يدوروا على تفسير لكل ده، وعملوا أشعة لجثة توت ولقيوا ان القفص الصدري من الجهة الشمال متكسر، ده غير ان القلب مش موجود اصلا، وده كان مهم جدا عند القدماء المصريين، وان هو مركز العاطفة والتحكم في الحياة الاخرى على حسب اعتقادهم، ده غير ان فيه كسر في الحوض وكمان كسر في الربة في الرجل الشمال، ده غير ان الرجل الشمال اصلا كانت ملتوية وكان في صباع منهم كان مكسور. ايه ده كان متفتفت خالص؟ بالظبط كده. فخليكم فاكرين موضوع الكسور ده علشان نرجع له تاني. في وسط كل الاثار دي كارتر لقي تابوتين لطفلين صغيرين متحنطين، ودي تقريبا اول مره يلاقوا اطفال متحنطه. ساعتها كارتر ما كانش عنده الامكانيات اللي تخليه يعرف هما مين، فالعلماء عملوا تحليل وراثي لجثه توت وجثة الأطفال، واتضح إنهم بنتين ماتوا وهم لسه ما اكتملوش أصلا، وصفاتهم الوراثية كانت قريبة جدا من توت اللي هو أبوهم، ده غير إن توت كان متجوز أخته غير شقيقته، وعلشان كده العلماء فسروا إن الأطفال ماتوا بسبب الجواز ده. بس الأغرب هنا إن لما عملوا تحليل وراثي لأبو وأم توت اكتشفوا إنهم متشابهين جدا هم كمان. جواز القرايب في الوقت ده كان عادي جدا، لأن الملوك كانوا بيعتقدوا إن الجواز من العمة هيأثر على السلالة الملكية، ونتيجة لأجيال من جواز القرايب نتج توت اللي كان بيحمل أمراض وراثية كتير جدا. علماء تاني طلعوا قالوا لا، الكلام ده مش صح. نسترجع بقى الحتة بتاعت الكسور اللي قلت لكم عليها في الأول. العلماء عملوا محاكاة لحاجة ممكن تكسر الجسم بالشكل ده، وهي العجلة الحربية اصطدمت بالجسم من قدام وده سبب الكسور، ومع الكسور ونزيف أدى إلى الوفاة. وأكدوا كلامهم إن مراسم الدفن كانت سريعة جدا، ده غير إن قبر الملك كان ضيق جدا ما يلقش بملك في الوقت ده، ولقي رسومات في القبر لتوت والوزير بتاعه وهو بيعمل مراسم الدفن. المراسم دي كان بيعملها الابن للاب المتوفي، وعلشان توت ما كانش عنده عيال فالوزير هو اللي عمل كده، وعمل كده بسرعه علشان يستولي على الحكم، ودفن توت في القبر بتاعه وخد قبر توت لنفسه. وعلشان يدخلوا التابوت في القبر الضيق ده اضطروا انهم يكسروا الحيطه، والوزير قاي علشان يخلوا سلطته شرعيه اكتر اتجوز مرات توت. وبسبب ان التجهيزات كانت سريعة لدرجة ان القناع الذهبي المشهور ده كان موجود اصلا، وشاكين ان القناع ده كان بتاع مرات ابوه اللي هي نفرتيتي، وشالوا وشها وحطوا وش توت مكانه. بس في علماء طلعوا قالوا لا، وعملوا كشف على القناع ولقيوا ان الذهب الموجود في وجه توت هو الذهب الموجود في باقي القناع، وان مستحيل ده يحصل لان الزخارف والتطعيمات الموجودة مش هتستحمل درجات الحرارة العالية، وان القناع بالكامل اتعمل مخصوص لتوت. والمبهر هنا ان تحفة زي دي خلصت في 70 يوم بس. متأكد ان لو في حد في وقتنا ده حب يعمل قطعة زي دي استحالة يقدر يعملها في 70 يوم رغم كل الامكانيات الموجودة دلوقتي، ولو حتى قدر يعملها استحالة تصمد ل 3000 سنة. خلينا نعرف بقى ليه توت هو اشهر فراعنة مصر. المميز في قبر توت انه يعتبر القبر الوحيد اللي اكتشف كامل زي ما هو. طب ازاي ده معظم القبور اتسرقت، اشمعنى هو؟ بعد الدفن قفلوا المهندسين حجرة الدفن بشكل كامل، ومالوا الممر المؤدي المدخل بأطنان من الحجارة قبل سد المدخل الأخير هو كمان، طريقة عادية كانوا بيستخدموها لحماية القبر من اللصوص. لكن اللي مش عادي هنا ان لما كارتر اكتشف المقبرة قابلته حجارة كتير جدا. العلماء فسروا ده ان بسبب وادي الملوك مكان واطي وكان بيحصل امطار موسمية وبتسبب سيول، والسيول دي بتنزل في الوادي وتجيب معاها صخور وحجارة كتير وبتستقر فوق قبر توت، وده عمل طبقة اخفت القبر لقرون كتير. رغم ان قبر توت كان مليان بالقطع الاثرية الا ان كان في خنجر مدفون معاه جنب جسمه على طول، واضح انه كان مهم جدا لتوت.
الأرض. المقبض مزين بالذهب بشكل حلو جدا، والحجر مصنوع من البلور الصخري، أما جراب الخنجر فمصنوع من الذهب المطروق. بس نرجع لسؤال مهم، إيه المميز في الخنجر ده علشان يكون قريب منه كده؟ السر هنا في نصل الخنجر. العلماء عملوا مسح بالأشعة على الخنجر علشان يكتشفوا نوع المعدن اللي معمول منه النصل، وطلع إنه من الحديد، بس حديد مختلف شوية. كلنا عارفين إن الحديد من أكتر العناصر الموجودة على الأرض. إيه المميز بقى في خامة النصل ده؟ في مصر الفرعونية ما اكتشفوش الحديد إلا في القرن السادس قبل الميلاد، وده تقريبا بعد موت توت بأكتر من 800 سنة. الله، إن كان الحديد مش موجود عملوا النصل منين؟ الإجابة هي إن نوع الحديد ده مش موجود في مصر أصلا ولا حتى على كوكبنا. الحديد ده موجود في الفضاء على بعد 400 مليون كيلومتر، وبين كوكب المشترى والمريخ هبطت كتلة من الصخور والمعدن أسرع من الرصاصة باتجاه الأرض، اصطدمت بالأرض واتفتتت لقطع من الحديد المنصهر، وفي مكان ما اتجمعت القطع دي وتصنع منها خنجر في غاية الجمال والنضارة. ويمكن توت كان عارف ده علشان كده كان بالنسبة له مميز جدا. لقيوا برضو لوحات من الذهب بس متقطعة، ولما جمعوها كان عليها رسومات بتظهر توت كملك محارب، ده غير ان في صندوق لقيوه في مقبرته مرسوم عليه توت وهو بيحارب أعدائه في الجنوب، والناحية التانية بيحارب أعدائه في الشمال. علشان كده توت اتدفن مع ترسانة من الأسلحة، فترى الأسلحة دي استخدمها فعلا كملك محارب في معارك كتير، وفي واحدة منهم حصلت له عملية الاختيال على إيد الوزير بتاعه، ولا كان ملك ضعيف ومات بسبب مرضه؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، واعمل لايك وشير الحلقة، وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله